اهلا بكم. ايش بتسوي الثعابين عشان تدافع عن نفسها؟ معظم الناس حيقولوا انها حتلدغ او تحط السم. الثعابين عندها اشياء كثير جدا، عندها طرق كثير جدا عشان تدافع عن نفسها يمكن ما نتخيلها. الثعبان ممكن يلدغ، ممكن يحط السم، لكن قلنا انه الثعابين 3000 نوع، السام منها 1000 نوع فقط. الثعابين ممكن تعض العض للثعبان السام وغير السام، مو شرط انه الثعبان سام انه يحقن السم. الثعابين ممكن تلدغ اللدغ للثعابين السامة، ممكن تبصق السم. في انواع من الثعابين بتبصق السم لمسافة توصل لأكثر من 3 أمتار زي الكوبرا الباسقة. أنواع معينة من الثعابين لو مسكناها حنلاقي إنها بتخرج فضلات من منطقة الشرج، ريحتها كريهة مقززة تخلي الواحد ينشغل عن الثعبان. الثعابين بتعتمد على البيئة وعلى احتياجاتها في طرق الدفاع. الثعابين ما هي كلها زي بعض، حسب النوع، حسب البيئة اللي بيعيش فيها. في المناطق الرملية في أنواع معينة من الثعابين بتعيش فيها زي الأفعى المقرنة، الكوبرا العربية، الثعابين الدفانة. الأفعى المقرنة بتيجي في أي مكان وبتحرك يمين ويسار، بتسوي إزاحة للتربة وبتدفن جسمها كله ما عدا العينين والقرون. في ثعابين زي الثعبان الدفان أول ما يحس بالخطر على طول بيغوص تحت الرملة، بيعيش تحت الرملة، ممكن يوصل لمسافة أكثر من متر تحت الرمال. في أنواع معينة من الثعابين لو حست بالخطر بتتكور، بتصير زي الكورة، بتدخل رأسها في الوسط، فاللي يتعامل معها ما يعرف كيف يتعامل معها. في ثعابين رأسها زي ديلها، فاللي يتعامل معها ما يعرف فين منطقة الرأس، منطقة الديل، نوع من التحايل. اتكلمنا في حلقة التحايل عن الحكاية هذه. في ثعابين بتتخشب لما بتحس بالخطر، بتسوي نفسها زي الخشبة. في ثعابين بتتفلطح، بتصير جسمها عريض. تكلمنا عن الثعبان الطائر. في ثعابين بتلف جسمها على شكل دائرة وبتخلي رأسها في الوسط وبيكون مفتوح على طول زي ثعبان المكاسين. ليش بيسوي الحركة هذه؟ عشان لو أي أحد حاول يقترب منه من أي جهة عنده إمكانية إنه يلدغه. هذه أشياء بتسويها الثعابين وطرق كثير غيرها. الأحجام، تنوع البيئة، هذه كلها من طرق الدفاع. الأصوات اللي بتسويها الثعابين، الفحيح، الكشيش، الجلجلة، كلها وسائل تحذيرية، كلها بتستخدمها الثعابين للدفاع عن نفسها. معظم الثعابين لو حست بالخطر بترفع جزءها الأمامي من الجسم. الكوبرا بترفع جسمها بشكل شبه مستقيم، تفرد منطقة الرقبة. الثعابين غير الكوبرا بترفع جسمها الجزء الأمامي منه أكثر من النص في بعض الأحيان، بتاخد شكل حرف S وبترجع للخلف على أساس أنها تبلغ رسالة أنه أنا مستعدة للهجوم. أزرف ثعبان لو حس بالخطر بيستموت. في بعض أنواع الثعابين بتستموت، حتى الثعابين السامة الكوبرا العربية أحيانا بتسوي نفسها ميتة وتشيلها وتحطها ميتة ما تتحرك نهائيا، بتستموت لغاية ما الخطر يروح عنها. السرعة احنا بنشوف الثعابين سريعة، لكن هي ما هي سريعة فعليا مقارنة بسرعة الإنسان، لكن بيشوفها سريعة لأنه بتطلع من مكان بتدخل من مكان، فبيشوفها سريعة الحركة. الألوان، الثعابين بتستخدمها بشكل كبير جدا. في أنواع من الثعابين
حسب البيئة اللي بتعيش فيها، الثعابين الرملية لونها رملي، الثعابين الصخرية لونها زي الصخور اللي بتعيش فيها، ثعابين الأشجار بيكون لونها أخضر. الألوان نفسها، في ثعابين معروف أنه سامة بألوانها زي ثعبان المرجان، عنده حلقات أحمر أصفر أسود. في ثعابين بمجرد ما نشوف لونها نحس بالخوف بالهلع منها، فبالتالي نبعد عنها، خصوصا الثعابين اللي لونها أسود. الثعابين اللي لونها أسود عادة بتكون مرعبة. في ثعابين عندها ألوان فاقعة، ألوان غريبة، ألوان مميزة تخلي الواحد قبل لا يتعامل معها ينتبه. في ثعابين لو حست بالخطر بتقلب جزء من جسمها أو جسمها بالكامل، بتلف ديلها على جسمها وتسوي دوائر وأشكال ملونة، شكلها مميز، شكلها غريب، تخلي الواحد ينتبه قبل لا يتعامل معها. كل الأشياء هذه وغيرها بتسويها الثعابين عشان تدافع عن نفسها، مو إنها تحط السم وبس. الأشياء هذه كلها بتقول رسالة. الرسالة هذه إنه الثعبان ربنا ما خلقه عشان يضر الإنسان أو يقتله أو يؤذيه. لو ربنا خلق الثعبان عشان مضرة الإنسان ما كان حط فيه كل الإمكانيات والوسائل هذه إنه يحذر، إنه يقول انتبه. لو فكرنا في كل حاجة من الحاجات اللي قلناها كلها بتقول انتبه، كلها بتقول بعد، كلها بتقول في خطورة، تحذير. إلا بده يسوي حاجة ما يحذرك، إلا بده يسوي حاجة حيسويها. الحاجة هذه حاجة غريبة وحاجة عجيبة وما هي موجودة إلا عند الثعابين فقط. الحاجة هذه تخلينا نوقف وتخلينا نتأمل وتخلينا نشوف كل حاجة حوالينا. كل حاجة فيها إبداع، كل حاجة فيها أسرار، لكن محتاجين نوقف لو لحظة واحدة ونشوف. أكيد حنشوف حاجات ما كنا بنشوفها قبل كده. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.